الأولى للصحة في تونس. نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. الحكومة تدعو التونسيين إلى التبرع لفائدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. والمنستير لجنة مجابهة الكوارث في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارة بسبب التقلبات الجوية. والاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمرا للمانحين بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وفي التفاصيل، أشرف وزير الصحة علي مرابة اليوم الأربعاء بالمطار العسكري بالعوينة على موكب توديع البعثة الطبية التونسية المتوجهة إلى سوريا على متن طائرة عسكرية لدعم مجهودات الأطباء السوريين في مواجهة تداعيات الزلزال، كما شارك في هذا الموعد المدير العام للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو. وتتكون هذه البعثة من أطباء متطوعين مختصين في الطب الاستعجلي وجراحة العظام وأخصائي نفسي، إضافة إلى إطارات شبه طبية متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير والاستعجلي وإطارات وأعوان من الحماية المدنية وعدد من متطوعي الهلال الأحمر. وأكد وزير الصحة بالمناسبة على دور مهني الصحة في القيام بمهامهم النبيلة في مثل هذه الظروف الإنسانية الراهنة التي تمر بها البلاد كل من تركيا وسوريا، مؤكدا على أن تونس ستظل في مقدمة الدول التي تحرص على الوقوف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في ظروفها الصعبة. وجهت رئاسة الحكومة بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوة إلى كافة التونسيين لا سيما المقيمين بالخارج إلى التبرع لفائدة جرحى ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب الدولتين الشقيقتين سوريا وتركيا. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن التبرعات المالية تحول إلى الحساب الجاري للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتتوجه التبرعات العينية إلى مقر الاتحاد بحي الخضراء ولدى جميع اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الاجتماعي بكافة ولايات الجمهورية. في موضوع متصل، قال القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة تونس بأنقرة شاكر عمار إن جميع التونسيين المقيمين في تركيا بخير. وأضاف شاكر عمار في تصريح للقناة الوطنية الأولى أنه تم تخصيص رحلة لإجلاء التونسيين المتواجدين في منطقة هاتاي وأنهم في الطريق نحو أنقرة. وأوضح أيضا أنه سيتم إعداد قائمات اسمية للتونسيين الذين ما زالوا في المناطق المنكوبة من أجل إجلائهم. انعقدت اليوم الأربعاء بمقر ولاية المنستير جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة تحت إشراف ولي المنستير ومختلف الإطارات المتدخلة، خصصت لمتابعة التقلبات المناخية وتطور الوضع الجوي خلال الفترة المقبلة وجملة الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد بناء على بلاغ الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي حول التقلبات الجوية المرتقبة والمتمثلة في إمكانية نزول أمطار بكمية محلية هامة مع هبوب رياح قوية بالسواحل الشرقية بداية من مساء اليوم وإلى غاية يوم غد الخميس. وقد دعا ولي المنستير أعضاء اللجنة للرفع من جاهزية وتفقد آليات التدخل ووضعها على الذمة، مؤكدا على بقاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية في حالة انعقاد دائم مع دعوة الإدارات ذات العلاقة للرفع من الجاهزية ووضع فرق استمرار للتدخل بسرعة والنجاعة المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع إمكانية التفعيل المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة والمخطط الأزرق المتعلق بمجابهة الفيضانات في صورة تأزم الوضع المناخي. وللإشارة، فإن ولاية المنستير تشهد تهطلا الأمطار بكميات هامة منذ ليلة أمس وفق ما أفاد به مراسل حياة فم بالجهة محمد علي دكدوغا. تمكن فريق مشترك متكون من أعوان المراقبة الاقتصادية التابعة لإدارة الجهوية للتجارة بسوسة وعناصر من الحرس الوطني اليوم الأربعاء من حجز أكثر من 4000 لتر من الحليب المدعم تعمد صاحبها وهو أحد موزعي الحليب بالجملة بمدينة انفذار التجار بهذه المادة بطرق غير قانونية ولغايات احتكارية وفق ما أكده المدير الجهوية للتجارة بسوسة فوزي طالب.
وأكد فوزي الطالب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة التصدي للممارسات الاحتكارية والتجارة بمادة الحليب نصف دسم باعتماد أساليب تجارية ملتوية. وتولى أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بالتعاون مع عناصر الحرس الوطنية وفق ذات المصدر تأمين المحجوز لإعادة ضخه في المسالك القانونية وتحرير مخالفة اقتصادية ضد التاجر المخالف. وأضاف فوزي طالب أن هذه العملية تأتي بالتوازي مع ما تشهده مؤشرات السوق من تحسن نسق التزود بمادة الحليب نصف دسم وفق تقديره. في أخبار العالم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعتزم استضافة مؤتمر المانحين مطلع مارس في بروكسل لجمع مساعدات دولية لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضربهما الاثنين. وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة: نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح معنا، قريبا سنقدم مساعدة إنسانية عاجلة بإمكان تركيا وسوريا الاعتماد على الاتحاد الأوروبي. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الحكومة تدعو تونسيين إلى التبرع لفائدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا، والمنستير لجنة مجابهة الكوارث في حالة انعقاد دائم تحسبا لأي طارة بسبب التقلبات الجوية، والاتحاد الأوروبي يستضيف مؤتمرا للمانحين بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.